بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة. نعم، أعد العبارة. فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بين الشيخ رحمه الله أن المراد من كلامه السابق في ذم التقليد ليس على إطلاقه، فالتقليد فيه تفصيل. أولا، التقليد في العقائد لا يجوز مطلقا، تقليد في العقائد لا يجوز مطلقا لأنها توقيفية، فلا بد أن المسلم يعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما في كتب عقائد السلف الصالح المدون ولله الحمد في الرسائل والكتب، فليس خفيا، هذا محرر ومضبوط وليس فيه خفاء، هذا لا يجوز التقليد فيه. أما التقليد في أمور الفقه والاجتهاد الفقهي هذا فيه تفصيل، إن كان عنده الاستطاعة على الاجتهاد المطلق وهذا لا يكاد يوجد أو ليس موجود، الاجتهاد المطلق ما هو موجود من زمان، انتهى بانتهاء الأئمة الأربعة ومن في عصرهم ومن، الاجتهاد المطلق هذا ما هو موجود لأن له شروطا وضوابط ما تنطبق على كل من أراد أن يجتهد. أما الاجتهاد المذهبي بأن يكون العالم عنده إدراك للراجح والمرجوح حسب الأدلة، هذا يسمى اجتهاد مذهبي، فيختار من مذهبه ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ويترك ما عداه من الأقوال، لا يجوز له أن يقلد في مذهبه ويأخذ أقوال مذهبه قضية مسلمة، لا بد أن يعرضها على الأدلة فيأخذ ما عليه دليل من أقوال مذهبه أو إمامه، وهذا ما عليه الأئمة المحققون من المتأخرين أنهم لا يقلدون تقليدا أعمى، إنما يقلدون على حسب الدليل. والقسم الثالث، من ليس عنده أهلية، ليس عنده أهلية مطلقة، لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد المذهبي، فهذا يجب عليه أن يقلد، يعني يسأل أهل العلم، ما عنده استعداد للترجيح ومعرفة الدليل، فهذا يقلد ولا يضيع، يسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر
إن كنتم لا تعلمون. وما أمر بسؤال أهل الذكر إلا لأجل تقليدهم لغير العالم، إن كنتم لا تعلمون، هذا القيد، إن كنتم لا تعلمون. فالذي لا يعلم يجب عليه أن يقلد أهل العلم، أن يسألهم ويعمل بما يفتونه به. وما نحن بصدده هو من النوع الأول في العقيدة، العقيدة توقيفية، ليس لأحد أن يجتهد فيها، توقيفية. فما يعمله القبوريون لا يعذرون فيه، تقليدهم لأهل الضلال، تقليدهم للمخرفين، للقبوريين، للصوفية، لا يعذرون في هذا. العقيدة ما فيها تقليد، فيها اتباع. إني تركت ملة قوم، يقول يوسف عليه السلام، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا. العقيدة ليس فيها تقليد، فيها اتباع، اتباع لمنهج السلف، اتبعت ملة آبائي، منهج السلف الذين سبقوك من أهل الإيمان، أنت تمشي على طريقهم. فهذا ما نحن بصدده الآن. فالذين يدعون القبور والأضرحة ويقلدون المخرفين والمشعوذين ليسوا معذورين، لأن هذا ليس محلا للتقليد. نعم، هذا الذي يريده المؤلف رحمه الله. نعم. فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح، ويهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات. على ما يفعله المعتقدون للأموات، هذول غير معذورين. نعم. وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة. لا يغتر العاقل بالكثرة، فلا يقلد من يدعو الأموات ويستغيث بهم وإن كثروا. هم كثير، نعم كثير، فلا يغتر بهم وإن كثروا، إنما يتبع من اتبع الدليل ولو كانوا قليلين. لا يغتر بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الكثرة لا يغتر بها، يقلد من علي ويتبع من على الدليل، من سار على الدليل ولو كانوا قليلين. نعم. وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة. نعم، لا يغتر، هذا حجة عند هؤلاء، يقولون هذا عليه أكثر الناس، وعليه أنتم تكفرون الأمة، وأنتم نحن ما نكفر الأمة، ولكن نكفر من كفره الله ورسوله، فدعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله، وهذا في القرآن، أو شيء من عندنا، ولا اجتهاد من عندنا، ما نكفر إلا من كفره الله ورسوله، وذلك بالشرك الأكبر عند الأضرحة والقبور. نعم. وإن كانوا أكثر الناس ما علينا منهم. نعم. وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك ولو كان دليلا على الحق لكان ما هذا توالت عليه الأجيال، طالت المدة وعليه الأجيال، نقول مهما كان ما
ما نتبع من خالف الدليل وأشرك بالله، ما نتبعه ولو طالت المدة ولو كثر العدد. نعم. وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة، فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا. ولك لو كان هذا عذرا، لو كان هذا عذرا عند الله ما ذم الله الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا التقليد الأعمى، هذا التقليد الأعمى الذي ذمه الله ورسوله. نعم. فإن ذلك لو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا، ولكان ما يفعله المعتقدون للأموات حقا. وهذا عارض من القول، أوردناه للتمثيل ولم يكن من مقصودنا. نعم، هذا عارض من القول، يعني استطراد منه رحمه الله لبيان هذا الأمر المهم في مسألة التقليد، ما يجوز منه وما لا يجوز، والمواضع التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز فيها. نعم. والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما يعني هو. يعني إذا كان أحد من أهل العلم، وهذا موجود، أحد من أهل العلم سلك هذا المسلك وهو التقليد في العقيدة، وإن كانت على ضلال وإن كانت على خطأ، هذا هو المقصود مناقشته الآن. ما العلماء فيهم أهل ضلال، فيهم علماء ضلال، فلا يغتر بهم. قال فلان العالم الفلاني، لا، ما يتبع إلا من استقام في دينه وعلمه على الحق، وإلا عندهم علماء ضلال يزينون لهم هذا الأمر ويؤلفون فيه مؤلفات كثيرة. نعم. والذي نحن بصدده هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات. أي نعم، منهم من خفي عليه وهذا ليس بحجة، ومنهم من لا يخفى عليه لكنه له مقصد، إما منصب وإما مال يحصل عليه، وإما حمية لما عليه الناس، مثل حمية عبد المطلب مثل حمية أبي طالب لملة عبد المطلب. فكل هذا ليست أعذارا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أكثرهم له منصب، يقول لو أنا اتبعت الدليل وأردت من الناس تغيير ما هم عليه إلى الحق ما فاتنا المنصب وعاداني الناس، والعياذ بالله، يؤثر العاجل على الآجل، مع أنه لو أحسن النية وقام بالحق لرزقه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما رأينا أهل الحق ضاعوا ولله الحمد، بل رأيناهم في عز وفي كرامة وتقدير، ما رأيناهم ضاعوا، إنما هذا من الشيطان. نعم. هو أنه إذا خفي على بعض أهل العلم ما ذكرناه وقررناه في حكم المعتقدين للأموات لسبب من أسباب الخفاء التي قدمنا ذكرها، ولم يتعقل ما سقناه من الحجج البرهانية القرآنية والعقلية، فينبغي أن نسأله ما هو الشرك. أين؟ فإن قال أن تقول أن هؤلاء على حق، هل يعبدون القبور يتوسلون بالأموات يستغيثون بهم، تقول إنهم مسلمون هم على حق، لكن نقول أخطأوا خطأ فقط،
وليسوا مشركين، وإن ذبحوا لغير الله وإن نذروا لغير الله وإن استغاثوا بالأموات ما هم مشركين. نقول له إذن فسر لنا الشرك، فسر لنا الشرك ما هو. فإن فسره تفسيرا صحيحا صار حجة عليه، وإن فسره تفسيرا باطلا ردته الأدلة. نعم. فينبغي أن نسأله ما هو الشرك، فإن قال هو أن تتخذ مع الله إلها آخر كما كانت الجاهلية تتخذ الأصنام آلهة مع الله سبحانه، قيل له وماذا كانت الجاهلية تصنعه لهذه الأصنام التي اتخذوها حتى صاروا مشركين؟ فإن قال واعترف أن عباد الأصنام مشركون اعترف، فنقول له ماذا يصنعون لهذه الأصنام، ماذا يصنعون لها؟ يقول يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها. يقول هو كذلك عباد القبور يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها، فلا فرق بينهم وبين المشركين. نعم. فإن قال كانوا يعظمونها ويقربون لها ويستغيثون بها وينادونها عند الحاجات وينحرون لها النحائر ونحو ذلك من الأفعال الداخلة في مسمى العبادة، فقل له لأي شيء كانوا يفعلون لها ذلك؟ فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المحيي أو المحيية أو المميتة، فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إذا قال المعترض ما يفعله المشركون في الجاهلية مع الأصنام إنما هو أنهم يعتقدون فيهم الربوبية، يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، فهذا كذب، القرآن يكذب هذا، الله أخبر أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وأنهم لا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر، وإنما يعتقدون فيها أنها تقربهم إلى الله زلفى وأنها تشفع لهم عند الله، وهذا ما عليه القبوريون الآن لا فرق. نعم. فإن قال لكونها الخالقة الرازقة أو المحية أو المميتة هذا كذب. نعم. فاقرأ عليه ما قدمنا لك من البراهين القرآنية المصرحة بأنهم مقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وأنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى. نعم. وقالوا هم شفعاؤهم عند الله. نعم. ولم يعبدوها لغير ذلك. نعم. فإنه سيوافقك ولا محالة إن كان يعتقد أن كلام الله حق. وبعد إذا جئت له بالآيات إن كان فيه إيمان ويصدق أن القرآن حق فإنه سيوافقك اضطرارا، ما له محيط. نعم. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، أنهم ما يعبدون القبور من أجل أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر، إنما عبدوها لأنها تشفع لهم عند الله، وأن الأموات يقربونهم إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء رجال صالحون لهم مكانة عند الله فيشفعون لنا عنده ويقربون إليه، هذا هو عين ما فعله المشركون الأولون. نعم. وبعد أن يوافقك أوضح له أن المعتقدين في القبور قد فعلوا هذه الأفعال أو بعضها على الصفة التي قررناها وكررناها في هذه الرسالة، فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك. نعم.
فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة. إذا كان يريد الحق فسيوافقك وسينجلي عنه الشبهات، فيكون من أهل التوحيد الخالص لأنك بينت له ذلك. نعم. فإنه إن بقي فيه بقية من إنصاف وبارقة من علم وحصة من عقل فهو لا محالة يوافقك وتنجلي عنه الغمرة وتنقشع عن قلبه سحائب الغفلة ويعترف بأنه كان في حجاب عن معنى التوحيد الذي جاءت به السنة والكتاب، يعترف أنه مخطئ وأنه على غير حق. نعم. فإن زاغ عن الحق وكابر وجادل، فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق. اي نعم. فإن السلاح معك، السلاح معك من الأدلة والبراهين، هو ما معه إلا شبهات. نعم. فإن جاءك في مكابرته ومجادلته بشيء من الشبه فادفعه بالدفع الذي قد ذكرناه فيما سبق، فإنا لم ندع شبهة يمكن أن يدعيها مدع إلا وقد أوضحناها، إلا وقد أوضحنا أمرها. جزاه الله خيرا. نعم. وكذلك. نعم. وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان. نعم. إذا لم يقبل الحق وكابر هذا ليس إلا أنه يقام عليه الحد من قبل ولي الأمر، قام عليه الحد من قبل ولي الأمر، وإن كانوا جماعة لهم شوكة يقاتلون، قاتلهم ولي الأمر، ما هو بالأفراد يقتلونهم، لا ولي الأمر. فإن الله جعل السيف لمن عاند وكابر، والحجة لمن يقبل الحجة، أما من عاند وكابر فهذا ليس له إلا سيف الجهاد في سبيل الله، كما جاء تجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وقاتلهم لما أبوا قبول الحق. نعم. وإن لم يأتي بشيء في جداله بل اقتصر على مجرد الخصام والدفع المجرد لما أوردته عليه من الكلام، فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد لمن أبى أن يقبل الحق وكافر بعد ما تبين له، ما له إلا الحديد وهو السيف والجهاد في سبيل الله. نعم. فاعدل معه عن حجة اللسان بالبرهان والقرآن إلى محجة السيف والسنان، فآخر الدواء الكي. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير. نعم. فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلب. إذا أمكن أنه بالتأديب والتعزير يرجع فإنه يعمل معه الأخف، وإن لم يرجع ويكف شره فلا بد من السيف والجهاد في سبيل الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. نعم. بعد أن بين لهم ووضح لهم ودعاهم إلى الله فأصروا ولم يقبلوا أمره الله بالجهاد. نعم. هذا إذا لم يكن دفعه بما هو دون ذلك من الضرب والحبس والتعزير، فإن أمكن وجب تقديم الأخف على الأغلظ عملا بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الله لموسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو يدعي الربوبية، قال: فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان فرعون وهو يدعي الربوبية
يقال له القول اللين في دعوته، هذا فمن باب أولى غيره ممن يدعي الإسلام أنه يؤتى بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن، فإن أجدى فيه وإلا يصار إلى الحسم، وآخر الطب الكي كما قال. نعم. وبقوله أولى له شوف فأتياه، لابد من الاتصال بالولاة إذا أخطأوا، ائتياه، ما قالوا وقفوا بالشوارع ولا بتجمعات الناس وسبوا فرعون، وهو مستحق للسب لكن ما يجدي هذا شيء، بل هذا يزيد الأمر شرا. قال ائتياه مباشرة، فهذا في دليل على توصيل النصيحة لولي الأمر سرا. وأما الكلام عليهم في المنابر والمجالس فهذا شر، هذا يزيد الشر شرا. نعم نعم. وبقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، لأن الإنسان إذا تجادل مع أحد قد يغضب، والغضب من الشيطان، وقد يبطش، وهذا لا يجوز. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم، خلصنا منها الشبهة. نعم. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى. السيد الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، هذا من أهل التوحيد والعقيدة الصحيحة، وله الرسالة التي قرأناها تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وهي رسالة قيمة تشابه رسالة الدر النضيد للشوكاني، يعني تماما تماما تشابهها. ولما بلغه عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما بلغه سر بذلك، لأنه وافق ما عنده، وافق ما عنده فسر بذلك، وبعث بقصيدة إلى الشيخ يقول فيها سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وقال في الشيخ قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يبين لنا الشرع الشريف بما يبدي، إلى آخرها إلى آخرها. وذكر ما يفعله عباد القبور في هذه القصيدة مثل ما هو في تطهير الاعتقاد تماما. لكن لما جاءت هذه القصيدة، الشيخ له خصوم في نجد وأعداء في نجد، أعداء للتوحيد وللدعوة، لما جاءت هذه القصيدة غضبوا عند ذلك وساءتهم جدا، فذهب رجل يقال له مربد التميمي من أهل الضلال، ذهب إلى اليمن وقال للصنعاني إن الشيخ إن بن عبد الوهاب يكفر المسلمين وكذا وكذا، فكذب على الشيخ، فكذب على الشيخ. وكذلك رجل آخر يقال له عبد الرحمن النجدي، ذهب أيضا غاضته القصيدة فذهب، يقال إنه ذهب إلى الصنعاني وأنه سب الشيخ عنده وأن الصنعاني صدقهما، يقولون كذا إنه صدقهما، فنظم قصيدة ينقض بها القصيدة الأولى، يقول في مطلعها
رجعت عن الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي إلى آخر هذه القصيدة. فهل صدرت هذه القصيدة فعلا من الصنعاني الذي ذكر الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في كتابه الرد تبرئة الإمامين، تبرئة الإمامين يعني محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إسماعيل عما افتراه أهل الكذب والمين، كتاب رد على هذه القصيدة، والقصيدة مشروحة أيضا، فرد عليها بقصيدة مشروحة من جنسها، والكتاب مطبوع. والشيخ ابن سحمان يرى أنها مكذوبة، أن القصيدة المنسوبة للصنعاني في التراجع أنها مكذوبة، وأن الذي كذبها بعد وفاة الشيخ الصنعاني واحد من أحفاده، يقول من أحفاد الصنعاني، فروجوها، روجوها، والله ما تليق بالصنعاني رحمه الله. وحتى لو سلمنا أن هذه القصيدة التراجعية من نظم الصنعاني فلا علينا، احنا علينا اتباع الحق، اتباع الحق. والصنعاني عندنا له رسالة تطهير الاعتقاد، رسالة تطهير الاعتقاد، هل تراجع عنها؟ ما كتب تراجع عنها، فهذا مما يدل على كذب هذه القصة. ولا يضر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا دعوته واضحة، ولا ينفع الكذب والترويج أبدا. نعم، ليس لهم حجة إلا أنه يكفر عباد القبور، عباد القبور كفار، هو أقام الأدلة على هذا، فما ذنبه إذا كفر من كفره الله ورسوله؟ نعم. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، ما جزم به، هذا مشكلة. الشيخ الشوكاني يرى أنه صحيح أن الصنعاني جزم بهذا، وهذا فيه نظر. نعم. رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، النجدي في النجدي بالتنوين، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نعم، ما هو بيمدح نجدي، يمدح النجدي، نعم، فإنه قال: إن كفر هؤلاء، رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي، في نجدي، في النجدي، في النجدي، نعم، رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي، فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، يقول كذا، نعم، أي ذكر فقد جاءنا من أرضه فقد جاءنا من أرضه الشيخ مربد فأبدى لنا من قوله ما يبدي، إلى أن قال مضى في هذا. نعم، الشيخ مربد التميمي هذا من أهل النجد فعلا، من أهل الحريم، لا معروف، له ترجمة في كتاب ابن بسام علماء نجد خلال 8 قرون، له ترجمة مربد هذا، وأنه قتل آخر أمره أنه قتل. نعم، التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي للكفر الجحودي. هذا يليق بالصنعاني أنه يقول أن عبادة القبور من الكفر العملي، الكفر الأصغر، يعني الكفر العملي هو الكفر الأصغر، لأن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو الذنوب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كفر، وهي لم تصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخر الأحاديث، ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، إلى آخر الذنوب التي وصف صاحبها بالكفر، يراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.
وقالوا إن فيه قاعدة، الكفر إذا عرف بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء منكرا فيراد به الكفر الأصغر. قتال المسلم كفر، هذا منكر يعني كفر أصغر، وهكذا. وكل ما جاء في النصوص منكر فهو الأصغر، وما جاء فيها معرفا بالألف واللام فهو الأكبر. نعم. فإنه قال إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي للكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. تارك الصلاة فيها خلاف، فيه خلاف، هو يكفر عند الجميع، يكفر من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إن تركها فقد كفر، يكفر عند الجميع بالإجماع، لكن هل هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر أصغر؟ الجمهور على أنه كفر أصغر، والمحققون على أنه الكفر الأكبر، على أنه الكفر الأكبر في تارك الصلاة. لكن خلنا مع القول الأول أنه كفر أصغر، هذا لا ينقل من الملة. نعم. ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله، نعم، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. هل هو الكفر الأكبر يعني ترك الحج؟ من ترك الحج يكفر الكفر الأكبر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أو الكفر الأصغر؟ نعم. وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين. لا، هو الحج بأوله، ولله على الناس. نعم. وكفر من لم يحكم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كفر عملي وهو كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه قد يكون حكم لهوى أو لمال يأخذه، وأما اعتقاده فهو أنه يجب الحكم بما أنزل الله، أو حكم لرشوة أخذها، هذا كفر أصغر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، يعتقد أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير بين أن يحكم بالقرآن أو يحكم بالقانون، فهذا كفر أكبر عند الجميع. لكن إذا حكم بغير ما أنزل الله لطمع دنيوي أو لمنصب أو لغير ذلك، وهو يؤمن أن حكم الله هو الحق الواجب، فهذا كفر أصغر، كفر عملي. نعم. وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذا فيه إجمال، فيه إجمال فصل. نعم. ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين ينفع عنه الإيمان، فهل معناه أنه كفر الكفر الأكبر؟ لا. نعم. ولذلك يقام عليه الحد، الزاني يقام عليه الحد، حد الزنا، ولو كان كافرا قتل، ما يكفي إقامة الجلد. نعم. ومن أتى امرأة حائضة أو امرأة في دبورها أو أتى كاهنا أو عرافا، كل هذا وصف من فعله بالكفر، لكنه الكفر الأصغر. نعم. أو قال لأخيه يا كافر، قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك، رجعت عليه الكلمة، باء بها. نعم. قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان. نحن معه في هذا، أنه ما يكفر ولا يخرج من الإيمان، وهذا كفر أصغر. لكن هل دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم مثل الزنا والسرقة وقول لأخيه يا كافر؟ ما هو مثل، بعيد، إنهم فرق. هذا مما يدلك على أن هذا الكلام ما هو للصنعاني أبدا. نعم. قال: فهذه الأنواع من الكفر، وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان، ويفارق به الملة، ويباح به دمه وماله. نحن معه في هذا، لكن هل مثله من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله؟ نعم، حاشا وكلا. نعم. ويباح به دمه وماله وعرضه كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين،
ولم يميز بين الأمرين فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله. هذا من كلام المزعوم المنسوب للصنعاني. نعم. ويباح به دمه وماله وأهله كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين. كما ظنه يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لم يفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، وفعل عباد القبور من الكفر الأصغر، هكذا ينسب له رحمه الله. هذا غلط، ما يليق بالإمام الصنعاني أنه يقول هالكلام المتهافت الساقط أبدا. نعم. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر. ما في شك فيه كفر دون كفر. ابن عباس لما قرأ قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر، وهذا في التفسير صحيح، تفسير ابن كثير وغيره. نعم. وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر. كفران العشير، كفران العشير هل هو يخرج من الملة؟ الزوجة أو النساء كفارات في العشير، هل معناها أنهن الكفر الأكبر؟ لا، هذا الكفر الأصغر. نعم. لكن هل نقول إن عباد القبور كذلك؟ لا. نعم. وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي. نعم، هو كذلك ابن القيم ذكر هذا، إن الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يعتقد الإباحة ولم أو أن الحكم بالقانون أحسن أو أنه مساوي، إذا لم يعتقد هذا واعترف أن الحكم بالقرآن هو الحق لكن حكم بغيره لهوى في نفسه أو لطمع يأخذه مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق وأن ما حكم به باطل، لكن حكم بالباطل من أجل غرض من أغراض الدنيا، هذا يقال كفر الكفر الأصغر. نعم. وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل وتارك الصلاة فيه الخلاف كما عرفتم. نعم. وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي. وهل عبادة القبور مثل الحكم بغير ما أنزل الله ومثل ترك الصلاة؟ نعم. إن الحكم وترك الصلاة وترك الصلاة هل هو مثل عبادة غير الله؟ نعم، هذا من اللبس، ولا يليق بالإمام الصنعاني أن يقول هالكلام أبدا. نعم. وما قاله العلامة ابن القيم من الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. الكفر كفر عمل وكفر اعتقاد، كفر الاعتقاد هذا يخرج من الملة، كفر عمل هذا لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان. نعم. وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، هذا الكفر الأكبر. نعم. وأما كفر العمل فهو نوعان، نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده. ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى، ثم قال السيد المذكور ابن القيم ذكر هذا في كتابه مدارج السالكين ونقله عندكم في الحاشية، نقل كلام ابن القيم وبين مقصود ابن القيم. نعم. هذا يدلكم دلالة واضحة على أن هذا مكذوب على الإمام الصنعاني الله أعلم، وحتى لو ثبت عنه فإن الحق أحق أن يتبع. نعم. نقول أخطأ رحمه الله وغلط، والحق حق يتبع. نعم. ثم قال السيد المذكور قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف منه من يدعو الأولياء خلاه مثل الزنا والسرقة، هذا غلط ما يقوله الصنعاني. نعم. ومثله ثم قال السيد المذكور قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد. سبحان الله، كيف كذا؟ نعم. ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها
وينذر لها بشيء. وقد هتفوا، يقول في قصيدته اللي مدح فيها الشيخ، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. رجل قال هذا يرجع ويقول كذا؟ نعم. ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي. ما يقول هذا الإمام الصنعاني كرمه الله عن هذا؟ هذا من تلفيق أهل البدع والشرك. نعم. فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. مؤمن إيمان نقضه بالكفر، نقضه بالكفر، وإن كان عنده إيمان في الأول لأنه ارتد ونقضه بالكفر. نعم. فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجتمع الإيمان والشرك الأكبر، الإيمان والشرك الأكبر لا يجتمعان، إنما قد يجتمع مع الشرك الأصغر. نعم يجتمع. نعم. فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، لكن عباد الجاهلية أيضا يؤمنون بالله، يؤمنون بتوحيد الربوبية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، عندهم إيمان بالله توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. نعم. لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك. اعتقدوا ذلك، شوف اعتقدوا ذلك. وهل من اعتقد الشرك انه صحيح يكون مؤمنا؟ هذا من التناقض الذي لا يصدر من الإمام الصنعاني ابدا. نعم. ولكن الحمد لله ابى الله الا ان يبين الحق من كلامهم هم. نعم. لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك. اعتقدوا ذلك، شوف اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون، هل هذا يصير من الأصغر، من الشرك الأصغر؟ من اعتقد أن غير الله يضر وينفع فهذا من الشرك الأكبر، شوف التناقض. نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. وأهل الجاهلية في الأصنام يعني قال من الشرك الأصغر. نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. الحمد لله، هذا اعترف أن عقيدتهم هي عقيدة أهل الجاهلية في الأصنام. وهل هذا من الشرك الأصغر أو الشرك العملي؟ نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله. سبحان الله، يثبتون التوحيد وهم مشركون، كيف التناقض هذا؟ وين التوحيد؟ التوحيد ما يجتمع مع الشرك أبدا. نعم. لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال. أنا أدلكم على رد بن سحمان رحمه الله، فقد رد على هذا نثرا ونظما بكتاب كبير، تبرئة الشيخين الإمامين يعني الصنعاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار. وش معنى الآلهة إذا؟ الآلهة هي التي تعبد من دون الله، وعباد القبور جعلوها آلهة، بس إنهم ما تلفظوا قالوا آلهة، لكن فعلهم هو تأليه لها. نقف عند هذا. نعم. نقف هنا شيء. نعم. طويل كلام الذي نقله الشوكاني عن الصنعاني، كلام طويل، ثم يأتي رده عليه يأخذ وقت يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله حفظك الله، أسئلة كثيرة تسأل عن القاعدة أن الكفر إذا أتى بالألف واللام فإنه يكون الكفر الأكبر. نعم. ويقولون في قوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكفر ما هو الاسم، الكفر الكفر، أولئك هم الكافرون، هذا اسم فاعل. نقول إذا جاء الكفر
ما هو بالكافر، الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام فهو الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للداعي أن يدعو فيقول: يا سيدي اشفع لنا أو لا تحرمنا من شفاعتك يوم القيامة، قاصدا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه شيء بعد موته، كل الأموات لا يطلب منهم شيء بعد موته، لا الرسول ولا غيره. ولهذا ما يبين لكم هذا أن الصحابة لما أجدبوا ما بينه وبين قبر الرسول إلا أمتار، ما راحوا لقبر الرسول وقالوا ادعوا الله لنا بالغيث، قالوا للعباس اللي معهم حاضر: يا عباس، إن كنا إذا أجدبنا إذا أجدبت الأرض طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فاستسقي لنا، فاستسقى لهم العباس، سقاهم الله عز وجل. لماذا عدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما بينهم إلا أمتار وبين قبره، وذهبوا إلى العباس؟ لأن العباس حي حاضر معهم ويقدر على الدعاء، وأما الرسول فهو ميت ولا يقدر على الدعاء ولا يطلب من شيء بعد الدعاء بعد الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال على عدم جواز التقليد في العقائد بحديث عذاب القبر ونعيمه، وفيه قوله: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله؟ ما قالوا عن إيمان، يقولوا بس موافق لهم في الظاهر، منافق، هذا المنافق والعياذ بالله. وأما المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما قالوا يعتقده، إنما قاله موافقة باللسان فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأعاجم والعوام يجوز لهم أن يقلدوا في الاعتقاد؟ يسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يبقى على جهله واعتقاده وهو ما يدري هو صحيح ولا ما هو صحيح، يتعلم العقيدة إذا كان يمكنه يتعلم، يتعلم العقيدة، إذا ما يمكنه يسأل أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما له عذر في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت من النوع الذي يجب عليه أن يقلد في المسائل الفقهية، وأنا أحضر عند عدد من المشايخ من أهل العلم وفتاواهم تختلف في بعض المسائل، فمن أتبع من هؤلاء؟ تتبع من تثق بعلمه ودينه، من تثق وتطمئن إلى علمه ودينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم ثلاث مسائل، أربع مسائل. نعم. معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله بالأدلة، هل يجب على العوام أن يعرفوا هذه الأصول بأدلتها؟ نعم، ذكرها الشيخ، الأدلة ذكرها الشيخ في حافة الأصول، كل مسألة يذكر دليلها، والعوام يحفظونها، العوام يحفظون الأدلة، سهل عليهم جدا. نعم. دليل الدعاء كذا، دليل الاستغاثة كذا، دليل كل شيء يذكر معه دليله في ثلاثة الأصول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل هو مجتهد مطلق أو هو مجتهد مذهبي؟ شيخ الإسلام وابن القيم هؤلاء حنابلة، قالوا لهم حنابلة، لكنهم اجتهادهم اجتهاد مذهبي أو اجتهاد مطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القبوريون في زماننا هذا نقول إنهم قد قامت عليهم الحجة لأن بعضهم حافظ للقرآن، بل بعضهم مدرس في مدارس التحفيظ؟ متى تقوم عليهم الحجة؟ إذا لم تقوم الآن يعني تقوم عليهم يوم القيامة؟ قامت عليهم الحجة، إلى متى تقول ما قامت عليهم الحجة؟ وهم يسمعون القرآن ويحفظونه ويسمعون الأحاديث
ويسمعون. حتى الآن ما صارت الدروس والمحاضرات مقصورة على الحاضرين، صارت تذهب تبث في الفضاء وفي الأشرطة وفي تبلغ الآفاق. هذه حكمة الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده، أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم، فإلى متى قال ما قامت الحجة؟ نعم. واليوم كل شيء يذاع وكل شيء ينشر وكل شيء يطير في الساعة. أنت الآن تتكلم، كلامك يوجد في المشرق والمغرب. هذه حكمة الله عز وجل لأجل إقامة الحجة على العباد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المبتدئ أن يقلد على مذهب معين، أو يجوز له أن يأخذ بشيء من مذهب وشيء آخر من مذهب؟ هل إيش؟ هل يجب على المبتدئ نعم، أو المبتدع مبتدئ أي نعم، أن يقلد على مذهب معين؟ هذا المبتدئ يدرس الله يصلحكم، يدرس على العلماء، يدرس على العلماء وتعلم، وبعدين يعرف الحق إن شاء الله، لازم من الدراسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل معنى قول السلف رحمهم الله إن آيات الصفات لا تفسر، هل معنى ذلك؟ ما قالوا لا تفسر، ما قالوا لا تفسر، يقولون تقر على ما معناها، ولكن لا، قولهم من غير تفسير يعني لكيفيتها، كيفيتها ما تفسر، أما معناها فيفسر ويوضح. نعم. أمروها من غير تفسير يعني لبيان كيفيتها، هذه ما يعلمها إلا الله، لكن المعنى نحن نعلمه من لغتنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك رجل وذكر اسمه، يقول إن تقسيم التوحيد قد اخترعه ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب، وذلك هذا اختراع مفيد، إذا كان أنه من اختراع ابن تيمية هو اختراع مفيد، لأنه مطابق للقرآن والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نقول إن الله سبحانه لم يخلق شرا محضا؟ نعم، الله لم يخلق شرا محضا، إنما خلق الشر الذي ترتب عليه خير، ما خلق الشر لذاته، إنما لما يترتب عليه من الخير والفوائد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتن، وما معنى هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من المفتين، وما معنى مفتي، حيث أفهم أن المفتي هو الذي يخطئ ويصيب؟ المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ولذلك يقولون الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام، خلاف القضاء فإنه الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام. نعم. فالله يفتي، قل الله يفتيكم في الكلالة، ويفتيكم في النساء، فالله يفتي والرسول يفتي، بمعنى أنه يخبر عن الحكم الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المتبعين لدعاة الفتنة يحسنون الظن بهؤلاء الدعاة وأنهم يريدون الخير، ولو علموا أنهم دعاة على أبواب جهنم لتركوهم. وليه أنهم يحسنون بهم الظن وهم يسمعون كلام الله وكلام رسوله كلام أهل العلم ويقتصرون على هؤلاء ولا يسمعون غيرهم؟ واجب أنهم يسمعون لأهل الخير ولأهل العلم ولأهل البصيرة ويقبلون كلامهم. نعم. فكما أن أهل الضلال موجودون فكذلك أهل الخير ولله الحمد موجودون، فلماذا يصمون آذانهم عن دعاة الخير ويقبلون على دعاة الشر؟ نعم، ما لهم حجة في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأشخاص عندما تقول لهم إن هؤلاء
القبوريون، إن هؤلاء القبوريين والذين يدعون عليا أو يدعون الحسين أنهم كفار، يقولون بأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن سبحان الله. الحين درسكم لنا سنين أنه ما يكتفى بلفظ لا إله إلا الله حتى يعمل بمقتضاها، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعملون بها، بل يعملون بخلافها ويعبدون غير الله. هؤلاء يقال لهم إنهم مسلمون وموحدون، يقول هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يدعون إلى التقليد الكامل إلى التقليد الكامل وتقليد مذهب معين في جميع الأمور، يحتجون بأن الشخص إذا لم يقلد مذهبا معين في كل مسألة فإنه سيتبع هواه وسيتبع الرخص، فهل احتجاجهم؟ قلنا لكم تقليد عند الضرورة، إذا كان إنسان جاهل فهو يقلد من يثق بعلمه ودينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بهذا الشرط إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد ما يجوز إلا في هذه الحالة. أو يقولون المجتهد أو الذي عنده قدرة على الاجتهاد إذا ضاق عليه الوقت ولا يمديه ينظر ويجتهد يقلد في هذه الحالة للضرورة. إذن التقليد إنما يجوز عند الضرورة ولا يجوز عند السعة وعند القدرة على التوصل للحكم الصحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نقول بأن عقوق الوالدين من الكفر الأكبر لأن الله قد قرنه بالشرك؟ لا، هم من الكفر الأكبر، من الكبائر. حقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يفضلون الأديان الوضعية كالديمقراطية والاشتراكية يفضلونها على الإسلام هل يقال بأنهم كفار؟ وأنت تشك في هذا؟ اللي يقول أن الديمقراطية والليبرالية والماركسية وأحسن من الإسلام أو مساوية للإسلام، هذا لا شك في كفره والعياذ بالله. والحمد لله الآن الليبراليين سلط الله بعضهم على بعض، صاروا يرد بعضهم على بعض الآن، وهذا من نصر الله للحق والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في بيان كفر من ترك الصلاة حكيتم إجماع الصحابة على ذلك بلا شك، حكينه العلماء ما هو بنا. نعم فهل إجماع الصحابة على كفر من ترك الصلاة بمعنى على أنه كافر كفرا أكبر؟ ما في شك. وهل بعد إجماع الصحابة إجماع؟ أجمع في الصحابة فلا مجال لأحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تثبت صفة الشخص لله؟ يخبر عن الله بأنه شخص كما في الحديث وهو شخص واحد، أما أن يقال من أسماء الله الشخص فهذا لا، ما يجوز. أنا قلتكم كم مرة لا تخرجون عن منهج السلف، لا تأتون بأشياء جديدة، اتبعوا منهج السلف، فما قاله السلف تقولون به وما لم يقولوه توقفوا عنه، فقد كفيتم والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم عندما أقول له إن العالم الفلاني قد أخطأ في كذا يقول لا هو أعلم مني ومنك. أنت لا تقول للناس فلان أخطأ في كذا والعالم فلان أخطأ في كذا وكذا، لأن هذا ما يترتب عليه إلا ضرر. ولكن إذا كان عندك علم وتبين الخطأ هذا لا بأس، بين الخطأ. نعم أما أنك تحسب المجالس وفلان أخطأ بكذا وفلان، هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حين قال إن أكثر ما في الفروع وغيره من كتب المتأخرين
هو مخالف للمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم، هو كل ما في كتب المذهب كله من كلام الإمام أحمد، تخريجات وتقعيد، وهو كله من كلام الإمام أحمد، لكن يقعدون ويخرجون على كلامه وعلى مذهبه، قد يكون صحيح وقد يكون ما هو صحيح. نعم، فأنت لا تأخذ ما في الإقناع وما في الكشاف وما في كتب المذهب على طول، حتى تعرضه على الدليل، تعرضه على الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من أتى كاهنا فسأله وهو لا يعرف الحكم في ذلك، أي يجهل الحكم في المسألة؟ من هو المسؤول يعني؟ الذي أتى الكاهن. ها؟ السائل. إيه، صار يجهل الحكم، لازم يروح ويسأل أهل العلم. أعد السؤال. يقول: ما الحكم في من أتى كاهنا فسأله؟ كاهنا. نعم. في من أتى كاهنا فسأله وهو لا يعرف الحكم في ذلك. لا يجوز له أن يذهب ويسأل الكاهن وهو مسلم ويعرف أن هذا كاهن، ما يجوز له هذا، إسلامه يمنعه من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تأويل الأحاديث التي فيها لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه قد وردت آيات تبين أن الله سبحانه يكلم الكفار، كما في قوله: يكلمهم كلام تعذيب، كلام تعذيب وإهانة، لا يكلمهم كلام رحمة وكلام تكريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه امرأة تقول: ابن خالي يبلغ من العمر 12 سنة وهو ساكن مع جدتي. ابن خالي يبلغ من العمر 12 سنة وهو ساكن مع جدتي، عند زيارتنا لهذه الجدة، تقول: هل يجوز أن أكشف لهذا الابن؟ ابن خالته، ابن خالها يبلغ من العمر 12 سنة. لا، هذا مراهق أو بالغ، هذا مراهق أو بالغ، لا تكشف له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهي تسأل تقول: إنها طالبة في إحدى الكليات، كلية الصيدلة، فما نصيحتكم لها ولغيرها في هذه الكلية وغيرها؟ نصيحتنا لها أن تتمسك بدينها وبسترها وحجابها، وأن لا تخالط الرجال ولا تخلو مع الرجل، تلتزم بأخلاقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وضع الكحل للنساء عند الرجال الأجانب إذا كان سينظر إليها رجال أجانب؟ كيف يعني تكشف وجهها؟ حتى لو ما فيها كحل ما يجوز إلا تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، تستر وجهها عنه ولا يدرون هي فيها كحل ولا ما فيها كحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أصلي والدم ينزف مني أو يكون على ثوبي دم؟ لا، إذا كان الدم ينزف لا تصلي، أصبر، لا يتوقف الدم، تغسل أثره ثم تصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تسمية البنت باسم فيروز؟ فيروس بالزاء، الزاي، مش المعنى، مش المعنى أدام أنهم يسمون بهذا وماشي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز استخدام البخور الذي يطيب به المسجد؟ إذا وجدت البخور قد أشعل، فهل يجوز أن آتي وأتطيب به لنفسي وأضع شماغي عليه؟ هما حط إلا للتطيب، تطيب، تطيب منه ولا في بأس إن شاء الله. نعم، هو مجعول لك ولغيرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يعرف الإنسان أنه مصاب بعين أو بسحر
يقول لأنني كنت متفوقا في دراستي ثم بعد ذلك أصبحت لا أطيقها ولا أحضر المحاضرات في الجامعة، فما نصيحتكم وما العلاج في ذلك؟ العلاج بذكر الله وبالرقية الشرعية، وإذا كان مرض عصبي تعالج عند أطباء الأعصاب، تبذل الأسباب والله يشفيك بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. وذكر منهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم. سؤاله: أنا قد فعلت هذا قبل أن أناهز الحلم، فهل أكون داخلا في هؤلاء 70؟ إذا اتصفت بصفاتهم تدخلون، أما إذا لم تتصف بصفاتهم فلا تدخل معهم. وليس معنى هذا أنك تكفر. هؤلاء 70 طبقة عليا، طبقة عليا من المسلمين، دونهم طبقات من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي مؤسسة للمقاولات ولدي عمالة، أشترط عليهم أن أتركهم يشتغلون لصالحهم ثم يدفعون لي 200 ريال في الشهر، فهل هذا الفعل حلال؟ لا، هذا صادر بقرار منذ 25 سنة من هيئة كبار العلماء بتحريمه ومنعه. إما أن تأتي بالعمال لعمل عندك، وإما أن لا تستقدم عمال لأجل استغلالهم، تشغيلهم عند الناس وتأخذ من تعبهم. لا، هذا ممنوع، ممنوع نظاما وممنوع شرعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة في 30 من عمرها وجلد وجهها منكمش، فهل لها أن تحقن جلد وجهها لينفرد ويصبح حسنا؟ إذا كان له علاج مباح، إذا كان له علاج مباح لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل من جنسية معينة، وفي الزواج عندهم المرأة هي التي تدفع للرجل المهر، وهذا في أعرافهم. سؤاله: هل يجوز مساعدة هذا الرجل من أجل تزويج بناته ليدفع المهر عنهن؟ إذا كان ما يتزوج إلا أنه يدفع له، يساعد على ذلك. نعم. ولا تجلس بناته بدون أزواج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته وأثناء العدة طلبت منه أن يراجعها مقابل تنازل. رجل طلق زوجته وأثناء العدة طلبت منه أن يراجعها مقابل تنازلها عن حق المبيت، وفعلا قام بمراجعتها. سؤالها: هل عليه إثم في ذلك؟ لا، ليس عليه. تنازلت عن حقها، ليس عليه إثم في ذلك. تنازلت أم المؤمنين سودة عن ليلتها لعائشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إعطاء تارك الصلاة، إعطاؤه مالا من باب معاونته؟ ما حكم إعطاء تارك الصلاة مالا من باب مساعدته لما حصل عليه حادث مروري؟ ما حكم إيش؟ إعطاء تارك الصلاة مالا من باب مساعدته لما إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة فساعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز أن يلتقي الرجل المؤمن بالفتاة المؤمنة من أجل النظر إليها وخطبتها بشهود الشهود، ولكن ليسوا بمحارم للمرأة لأنه لا يوجد لها محارم؟ كيف السؤال؟ ما يجوز النظر إلى الأجنبية إلا من يريد خطبتها ينظر إليها
إن صلحت له خطبها وإلا تركها، ما يريد خطبتها ولا يحتاج شهود، يخلو معها مع وليها أو مع محارمها وينظر إليها، ما يخلو بها وحدها بل مع وجود محرمها وينظر إلى وجهها إلى كفيها إلى رأسها، ما يرغبه فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولي ما له ولي، ما له ولي المحكمة تتولى العقد لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سلمت قبل الإمام ناسيا ثم سلمت معه مرة أخرى، ويخالف إذا رجعت، إذا سلمت ناسي ورجعت وسلمت بعده صحت صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قلت لأحد إخوتي سأعطيك 100 ريال هبة، ثم بدا لي أن أعطيه 50 فقط إذا جاء ليأخذها، فهل هذا يعد رجوعا في الهبة؟ لا، رجوع في الهبة إذا قبضها، إذا قبضها ما يجوز لك الرجوع فيها، أما قبل أن يقبضها فلك أن تتراجع عنها أو عن بعضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يقول لا بأس بموافقة الكفار بالسجود لأصنامهم لأجل أمر من أمور التجارة مع الإيمان بالقلب أن هذا باطل، فهل قوله العافية؟ نسأل الله العافية. لا تجوز موافقة الكفار بما هو أدنى من ذلك، فكيف بالسجود للصنم أو السجود للصليب أو السجود، ما يقول هذا أحد عنده إيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ماتت أمي منذ 30 سنة، ماتت أمي منذ 30 سنة، فهل يشرع لنا نحن أولادها أن نوقف أموالا ويكون أجرها للوالدين؟ هل هذا أمر مشروع؟ نعم، يجوز أن توقف وقفا وتجعل ثواب غلته لوالديك ولو بعد موتهما، لا مانع. نعم. انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.